عيسى المحرق المتواجد في نادي الضباط وينقل لنا الصورة هناك وأبرز الفعاليات اللي عندهم، فإليك الكلمة عيسى. نرحب فيكم مرة أخرى ونرحب فيك زميلة مريم عبر تغطيتنا الموجودة معكم من نادي الضباط بالقضيبية. طبعا قبل شوي كان هناك تمرين رياضي مختلف تماما، ولكن كرة القدم يعني اللعبة اللي نقدر نقول عنها أنها هي أكثر لعبة محبوبة وجماهيرية موجودة، صار لها وقت، فبالتأكيد الجميع قاعد يلعب هذه اللعبة في الوقت الحالي، ولكن نقدر نقول أن فريق الأسود في الوقت الحالي موجود بالملعب، ومعاي أحد الفرق المشاركة العقيد عمار السيد، آمر كلية تدريب الضباط. نمسيك بالخير. مساء الخير لك، مساء الخير على جميع السادة المشاهدين. كلمنا شوي أكثر عن الفعاليات اللي أقمتوها اليوم بالأكاديمية الملكية، كون كان هناك نصيب كبير من فعاليات الرياضية بهذا اليوم بوزارة الداخلية إلى الكلية الملكية للشرطة. نعم طبعا تتفاعل وزارة الداخلية كلها اليوم في اليوم الرياضي اللي وجه له سيدي صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر وزارة الداخلية، وبتوجيه سيدي معالي الوزير تفاعلت مع هذا اليوم الرياضي. نشوف اليوم برامج رياضية في جميع الإدارات بأمانة بوزارة الداخلية، النادي مثل ما احنا موجودين، الأكاديمية كما هو متعارف فيها طلبة من تلاميذ عسكريين ومن طلبة الشرطة اللي هم المستجدين، كان هناك عندنا أنشطة مختلفة لهم، مسابقات رياضية، ألعاب جماعية، كرة القدم، شد الحبل، الحقيقة العديد من الألعاب، كان هناك تفاعل ملحوظ. الرياضة واللياقة البدنية عنصر مهم لجميع منسوبي وزارة الداخلية، منسوبي الوزارة هم يعرفون مدى قيمة اللياقة المدنية في العمل الميداني، فاحنا يعني الرياضة جزء رئيسي عندنا في جميع برامجنا، ونتفاعل اليوم في برامج عديدة. طبعا احب اتكلم معك شوي بشكل اكثر فيما يتعلق بكوننا شيء متعارف عندنا في مملكة البحرين وفي البحرين وفي الفرجان مثل ما تربينا، ان وقت اللي نلعب كرة القدم ونكون في الفريج الكبار يلعبون اول بعدين الصغار من مختلف العمر، لانه ما يصير يختلطون دائما في كل الاوقات والله يروحون فيها. اليوم احنا قاعدين نشوف ان الاسود لعبوا قبل، المدراء قاعدين يلعبون في الوقت الحالي في الختام، فلو تخبرني اكثر عن لما يكون مثل هذا التواجد من قبل جميع العاملين في وزارة الداخلية، سواء كانوا في أعلى السلك العسكري أو حتى كانوا في بداية خطاهم، ما الذي يعنيه بالنسبة لكم هذا الشيء؟ نعم طبعا هي بداياتها احنا قلنا مسك وختامها إن شاء الله مسك، مثل ما تشوف حاليا في مباراة لكرة القدم بمشاركة كبيرة، يعني السادة اللي موجودين اللي قاعدين يلعبون كلهم مدراء عامون برتبة عميد وبرتبة عقيد، قاعدين يتفاعلون وتشاركون. الاخوان من زملائنا الضباط كانوا موجودين، كان في انشطه رياضيه ولعبوا قبلنا، فعلا كان في تفاعل، في حماس مثل ما تشوف في الملعب، قاعدين انت نتفاعل مع هذه اليوم، وان شاء الله هذه يعني تكون عاده سنويه تكرر كل سنه، وانتدارك الملاحظات وتكون السنه الجايه اكثر تنسيقا واكثر ترتيبا واكثر مشاركه باذن الله. نشكرك عمار السيد على تواجدك معنا، امر كليه ضباط تدريب الضباط على تواجدك معنا اليوم في هذه التغطية. راح نرجع إن شاء الله مرة أخرى لنتابع نتائج المباراة إن شاء الله الموجودة اليوم في نادي الضباط لنتكلم عنها أكثر. شكرا لتواجدك معنا اليوم. شكرا للسادة تلفزيون البحرين اللي فعلا متواجدين معنا في كل فعالية وزارة الداخلية. شكرا يا خلفاء.